زي ما كنا مع حضراتكم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ايضا كاميرا الاشبال وكاميرا الناشئين كانت موجوده ايضا مع اكاديميات النادي الاهلي برئاسه الكابتن عبد المنعم شطه اللي حريص دايما على اقامه مهرجانات في مدينه نصر. يكون في تجميعه كبيره جدا لكم من الاكاديميات علشان مشاركه الاولاد او اللاعبين في الاكاديميه مهمه جدا، بيكون يوم تجميعي مهم جدا، يوم جميل. ابتدى الكابتن عبد المنعم شطه الحفل بعزف النشيد الوطني. اقامه المباريات دي مهمه جدا لاكتساب الخبرات للاعبين. نروح نشوف التقرير ده مع مسؤولي الاكاديميات بالاهلي فرع مدينه نصر. والله الحقيقه احنا طبعا انا بحيي طبعا النادي الاهلي ادارته ومجلس ادارته وكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط على انهم بيسمحوا لنا احنا نخلد هؤلاء كباتنا الكبار الله يرحمهم اللي توفوا والعايشين كمان اللي هم ما زالوا على قيد الحياه. يعني الحقيقه عملناها اول فكره كانت لمؤمن زكريا ربنا يشفيه طبعا، فدي كانت حقيقه لفته كبيره جدا عملناها. فبعد الحقيقه البطولات يعني كل سنه بنحاول نرصد اي من الكباتن او اي من الشخصيات اللي هي خدمت النادي الاهلي او رموز النادي الاهلي. هذه البطوله هي اشترك فيها اكثر من حوالي 60 فريق، يعني حاجه كانت بطوله طويله قوي امتدت لمده شهرين وي، يعني كانت بتتلعب ايام السبت الجمعه والسبت عشان فترات الراحه، عشان الاكاديميه برضو بتلعب في ملعب الاكاديميه، فالاكاديميه طبعا شغاله فبالتالي بتبقى في ضغوط، بنختار الاوقات اللي ما بقاش فيها الاكاديميه شغاله، ودي طبعا بيتم بالتنسيق مع مدير اكاديميه مدينه نصر كابتن وائل كامل. فانا حقيقه بقول انه هذه البطوله افرزت عدد كبير جدا من اللعيبه للنادي الاهلي، لقطاع الناشئين، للانديه الاخرى، لانها اكاديميات من خارج اكاديميات النادي الاهلي، اكاديميات خارجيه. النادي الاهلي مثلته في هذه البطوله 24 اكاديميه من منتخب من 24 اكاديميه، الحقيقه كان عدد كبير جدا، تجاوزت اعداد اللعيبه المميزه في الاكاديميات على المراحل السنيه المختلفه، مثلا 2013 حوالي 70 لعيب مميزين جدا من كل الاكاديميات، اضطرينا نشترك بثلاث فرق، فبالتالي كل اللعيبه هي المميزه شاركت في هذه البطوله. والله طبعا انا برحب بمجموعه العمل الجميله من قناه الاهلي، ودي حاجه يمكن النهارده يوم جميل ان قناه الاهلي بتنقل الاحداث وبتنقل ما يدور النهارده داخل اكاديميه النادي الاهلي في مدينه نصر. وانا سعيد جدا جدا بالحضور، واحنا شغلنا يمكن مع كابتن شطه، كابتن شطه هو المتولي المسؤوليه وانا مدير فني الاكاديميات، يعني بنحاول بقدر الامكان نشوف عناصر كويسه، بنشوف ايه اللي يدور النهارده من خلال المدربين لتعليم الولاد، شغل التكنيك والحاجات دي كلها. فالحمد لله يعني احنا شغالين بصفه كويسه وشغالين ايضا على جميع الفروع في جمهوريه مصر العربيه. يعني الدوره دي جميله، تاني موسم لينا عملناها والحمد لله، يعني بتنال قبول الناس والاكاديميات اللي بتشترك معانا في الدوره دي. احنا الغرض منها كله ان احنا بنعمل دوره يعني وديه بين الاكاديميات، ونعود الولاد على الماتشات وبيلعبوا ماتشات حبيه فيها بعض المنافسه طبعا، لان كله عايز يكسب وكله عايز يبقى حاصل على المركز الاول او الثاني. احنا ما بتفرقش معانا المركز الاول او الثاني، بس بنعودهم برضو ان ده النادي الاهلي، ان لازم يكسب الولد ويلعب كويس ويجتهد عشان يكسب، لكن بروح رياضيه، لو ما كسبش بيسلم على زميله، وبيبقى لسه صغيرين، يعني 2015 و16 و14 و13، يعني لسه برضو المواهب دي احنا بننميها في طريق الاكاديميه، مدربين بيبذلوا معاهم مجهود جامد في التدريبات طبعا. من مزايا البطوله دي الحمد لله ان احنا عندنا حوالي 24 فرع في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، بيبقى ملتقى لمنتخبات وافضل الاولاد المتميزين من كل الفروق بتوعنا، بنعملهم زي بطوله تنشيطيه، كمان بنجيب بطولات خارجيه مش تبع الاكاديميات بتاعتنا بس، كمان بتبقى حاجه تنشيطيه لينا ولكل الاكاديميات بتاعت مصر كلها، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا. دايما النادي الاهلي دايما الحمد لله بيبقى رائد في الحاجات دي، والحمد لله النهارده ربنا وفقنا وقدرنا نعمل حفل ختام بشكل كويس الحمد لله. الجميل في إقامة المهرجان واللفتة الطيبة اللي عملها كابتن عبد المنعم شطة إن المهرجان مقام باسم الراحل محمد عبد الوهاب، علشان اللعيبة الصغيرة في الأكاديمية تتذكر هذا النجم الكبير ومدى عطائه للنادي الأهلي، والراجل ده توفى في النادي الأهلي، عشان اللعيبة الصغيرة تعرف
لعيبه النادي الاهلي والرموز اللي ضحت علشان النادي الاهلي. نروح نشوف التقرير المدربين ده ونرجع لحضراتكم سريعا. بطوله مهمه جدا واسم نجم كبير ربنا يرحمه يا رب، وكان ختام منظم ومميز وجميل والحمد لله يعني كل حاجه كانت تمام وجواز كويسه والناس كويسه وكان في تعامل كويس جدا. هي دي السنه الثانيه للتوالي لبطوله الاكاديميات في النادي الاهلي. السنه اللي فاتت كانت بطوله كابتن صفوت عبد الحليم، والسنه دي بطوله كابتن محمد عبد الوهاب. البطوله اتعملت عشان تبقى في منافسات خارجيه للاطفال عندنا في المواليد الصغيره في جميع الاعمار، في منافسات غير منافسات غير التدريب اللي بيحصل داخل الاكاديميه، بيبقى فيه منافسات خارجيه وبيبقى فيها جوائز زي ما حضرتك شفت التنظيم بتاع البطوله. طبعا القائم على التنظيم كله اكاديميه النادي الاهلي ومدير الاكاديميات كابتن عبد المنعم شطه هو المسؤول عن التنظيم وعن اقامه المباريات والنهائي. التنظيم السنه دي كان بشكل كويس وظهر بشكل كويس جدا جدا جدا، وفي فرق كتيره كانت فايزه، فرق من اكاديميات النادي الاهلي واكاديميات ثانيه، وكان التنظيم كويس، التعامل السلوك الحمد لله انه يعني ختام الحمد لله طلع بشكل كويس تحت اشراف طبعا كابتن شطه مديرنا. الحمد لله احنا يعني حاولنا نعمل اكبر قدر الامكان ما يطلعش اي حاجه اي غلط الكلام ده كله، واحنا بنحتوي في الاخر اطفال ده سنهم كلهم صغيرين، كسبان بنهارد يعني بنبارك له، خسران بنقول له هارد لك، والحمد لله ان هو ختام طلع باحسن شكل عندنا كيس جديد بالنادي الاهلي. بطوله اكتر من رائعه، يعني بشكر النادي الاهلي طبعا مش جديد عليه، طول عمره رائد في كل شيء، تنظيم اداره حاجه فوق الخيال، وحاجه تشرف اي انسان مصري ان احنا موجودين في نادي كبير في مصر باسم النادي الاهلي. طبعا في البدايه حابب اشكر اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على الاستضافه الجميله دي لبطوله الاكاديميات الثانيه في النسخه الثانيه ليها، ما شاء الله نسخه مبشره جدا، ما شاء الله احنا ثاني نسخه نشارك فيها، ما شاء الله حققنا مركز ثاني الحمد لله، كنا على اعلى مستوى، كنا قريبين جدا من البطوله لكن لسوء التوفيق ربنا ما كرمناش، بس الحمد لله بنحمد ربنا على الانجاز ده، لان احنا النسخه الاولى كنا المركز الثامن من 9 مراكز، النسخه دي احنا بفضل الله المركز الثاني من 13 مركز، والحمد لله كانت نسخة مبشرة جدا بالمواهب والتنظيم الرائع. والله حاجة مش غريبة أو مش بعيدة عن النادي الأهلي، الحمد لله الواحد اتربى في النادي الأهلي وقعدت حوالي 13 سنة في النادي الأهلي، فالتنظيم الجيد والخطوات المنظمة كلها من سمات النادي الأهلي، فالنادي الأهلي قدر يعمل لنا بطولة قوية للأكاديميات للناس اللي هي مش قادرة تخش أندية أو ما عندهاش فرصة إن هي تتشاف، فعمل حاجة فنية أنا شايفها في غاية القوة وغاية الاستفادة الفنية لكل الأولاد وكل الأكاديميات، إن هم يقدروا يعرضوا اولادهم بشكل كويس ويقدروا يشوفوا احتكاك الاولاد في احتكاك قوي مع نفس المراحل السنيه او نفس المستوى اللي هم فيه، فيعني استفاده من كل النواحي بصراحه يعني. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، بشكر كل فريق الإعداد، كل فريق العمل، مخرجنا سمير العكاشة، ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لمخرجنا المتألق محمد دكروري، كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي في المباراة المهمة إن شاء الله نهاية السوبر المصري، الأهلي أمام مودرن فيوتشر يوم الخميس القادم، كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوف حضراتكم دايما على ألف خير.